راهو هنا اللي هو مستشار مكلف بالصرافه الاسلاميه، هو عنده تجربه في الميدان. الهدف هو اننا نوفر للمواطن الجزائري كل منتجات حسب الاحتياجات نتاعو. المواطن اللي يحب انه تكون عنده منتجات بنكيه تتماشى مع الشريعه الاسلاميه راح يلقاها في القرض الشعبي الجزائري. هدف ايضا هو ان يكون جلب الاموال اللي راهي مكتنزه في بعض القطاعات تدخل في البنوك حتى تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتطوير المنطقه، خصوصا هذه المنطقه اللي راهي ولايه تقود.